برضه عايزين نعمل فطيره حلوه وروشه. فطيره حلوه وروشه. عندي دقيق وخميره، لبن بودر، ملح وسكر، ملح وفلفل، وعندي توم وبصل وزعتر وطماطم، قول يعني صوص البيتزا يعني. عايزين نعمل حاجه حلوه وجميله النهارده تعجب حضراتكم، يا رب يا رب تعجب حضراتكم. طيب هنعمل ايه بقى يا عم الحاج؟ خليك كده بالمقادير شويه كده اهو، اه زي ما انت كده. ده انا عامل تحليل لسه جاي. طيب نعجن بقى ايه الدقيق بتاعنا والعجينه بتاعتنا عشان نشوف هنعمل ايه. هم مش متوقعين ان انا ممكن ايه اعمل حاجه كويسه، هم دايما واخدين على الشغل العك بتاعي. هو عم شريف بيقول لي اللي انا عمري ما حضرت لك حلقه سليمه، كل ده وما حضرتليش حلقه سليمه يا راجل، حرام عليك. كده طبعاً بودره كله كان مكسور. ماشي يا عم شريف، وادي الزيت. ونصلي على النبي. وادي حبه الوتر. وندور مدور على ايه مش عارف. دي العجينه بتاعتي. حبه دي عشان ايه؟ بعد كده شوية بصل. دي صلصة البيتزا. حبيبي يا رسول الله، ده التوم. بنعمل صلصة بيتزا عادية، صلصة بيتزا عادية. حط مكعب مرق، زعتر، توابل، حبة ملح، حبة فلفل. هناخد بقى قطع قطع، واحد اتنين تلاتة اربعة. احط كده السجق بتاعي او السوسيج عشان خاطر، وادي الطماطم معاه. نعمل صوص البيتزا منه فيه كده. كده بنعمل ايه يا جماعه؟ ادي السوسج مع السموك تركي مع صوص البيتزا. ركزوا بقى معايا والنبي عشان النهارده يوم جميل ومش عايزين عكننه. نجيب العجينه ونسمي، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما فردتها كده عندي اظفرها بالبيض. كده وبعدين اروح جاي عامل كده اهو، جاي دي كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو الكلام ده يا عمي. اروح اعمل كده. قوم بقى ايه كده اهو،